بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم الجمعة الموافق 11/9/2020، ومن مجزر البساتين وبالإشراف على مشروع سكوك الأضاحي، فقد تم تحميل سيارات بحمولة 16 طن متجهة إلى المحافظات الآتية: الشرقية 4 طن، أسيوط 4 طن، سوهاج 4 طن، إنا 4 طن، ومع كل سيارة مفتش عام لتوصيل السيارة إلى السيد وكيل وزارة كل مديرية، وذلك لتوزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.